محاولة مرة أخرى. المنتخب تايوان تلعب كرة بينية خطيرة لكن تنقطع مرة أخرى إلى ياسر. علي عدنان هجمة عكسية لمنتخب العراق الوطني إلى يونس محمود. يونس يتوغل ماشي يونس ماشي يونس ماشي يونس ماشي يونس 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 داخل منطقة الجزاء تلعب الكرة جول 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 ضرغام إسماعيل. ضرغام إسماعيل يسجل هدف الدولي الثالث بإثنتين وثلاثين مباراة والهدف الأول بالدقيقة 19 من عمر المباراة. ضرغام إسماعيل يسجل أول أهداف المباراة. شوف المجهود الرائع من يونس محمود وعلى الطائرة الرأسية بعد أن سجل في شباك اليمن وإيران يسجل اليوم في شباك تايوان هدف الدولي الثالث في 32 مباراة دولية. يونس يونس نفيد جول يدحطها جول لمنتخب العراق الوطني دحطها وخلصنا جول لمنتخب العراق الوطني بالدقيقة 85 من عمر المباراة. عملها عملها وفي ثلاث مواجهات مع تايوان يسجل يونس محمود وفي رابع مباريات على التوالي في التصفيات يسجل يونس محمود ويسجل هدف الدولي رقم 57 في 145 مباراة. يونس محمود يسجل